انت باكر راح تنتهي عضويتك. ترى الناس اللي كانت تراكض وراك ومعاملات ما راح تفيدك لما تصير بلا سلطة. على قولة مرة عضو لقيته بمكتب وكيل الداخلية دشداشته مشقوقة. ترى دشداشتك مشقوقة والله العظيم. كان يقول لا تلومني والله العظيم الناخبين برا يطلوني معاملات. هذه حالة ما يصير عيب. ليش توصلون الناس اولا طبقوا القانون عشان كذي. ليش توصلون الناس انه يضطرون مساكين محولين وزارات معينه كلها عائليه ما يدشها الا بواسطه وما يدشها الا واحد من طرفه؟ خلوها مفتوحه للعالم. فهمت قصدي؟ اللي عنده قدرات ياخذها. ليش كذي هذا ليش تخلون العضو مسكين بدل ما يلتفت يصير مندوب؟ يصير مندوب والله مسكين دشداشته مشقوقه متعلقين بدشداشته فشل لا ويمكن فيها بعدين يكشف ضامك الهمبرجر مو قادر يلحق على انه هو يصلح الا انه هو يجاب الناس. ومره والله بوزاره الاعلام قاعد مع الوزير بدش يعني العضو قال لي تكفى عندي لجان وهذه ال 50 نفر برا ناطرين مشيهم تكفوا اجل لقائك عشان اخلصهم والحق على لجنتي.